تكنيكها ما شاء الله تبارك الله بدون مرايا، برافو ما شاء الله. شوي طبعا القمر جوجو راح ابدا احط لها اليوم تكنيك مره جديد وصراحه شتوي وينفع مره 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 الاجواءنا حاليا، وهي بشرتها تعتبر جافه بيرفكت. طبعا ايش راح نسوي؟ التكنيك اللي قاعد اقول لكم عليه الترطيب الدبل 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 اللي احنا متعودين عليه، خرافي التكنيك. قد سويتها على جوجو، ايش رايك فيه اخر مره يوم قلتي لي؟ احسن احسن مره احد رطب لي وجهي صراحه، مره طلع الفاونديشن قطعه، يعني اسم الله عليها بشرتها تاخذ العقل. بس هي موديل يعني كثير كثير يحطوا لها، فتقول لي نقطتها تقول دائما ايش الفاونديشن يكتل ما يضبط، مع ان بشرتها مره حلوه تقول ما قد يعني نادر انه طلع علي الفاونديشن مره حلو. اكيد طلع كثير مرات يعني سوى لها حلو، لكن نادر انه يصير معها الفاونديشن قطعه. فبوريكم التكنيك اللي راح استخدم الجوجو، هذا السيروم واساسا هي عندها من التوب اللي هو ام سوري فور ماي سكين البرتقالي، تعشقه مره مره تحبه. يلا بحط لك اياه. انت كيف تحطينه بالعاده؟ هنا وهنا احسن سيروم صراحه. ايش حسيتي الفرق معاه؟ يخلي بشره مو مخنوقه، احسها كذا تتنفس. وبالعاده تستخدمي سيرومز كثيره؟ لا هذا يعني توب احسن. ما حسست لك طلع حبوب؟ مع ان الاورنج يعني احسه ما يناسب كل البشرات، لكن اذا يعني ما شاء الله تبارك الله على قولتهم في بنات كثير اذا مره ناسبها تقول لك واو فهمتوا عليه، فتحط الحاله بجوجو بدون ولا شيء بس كذا وشوفوا كيف البشره تصير. عرفت اللي لمعتها كانها مويه بدون جليتر ولا شيء، بنفس الوقت يغذي البشره مو انه جريفه. طبعا توني استوعب الوقت اللي راح كلها جوجو مغمضه. العدسات عليها خرافيه، احلى لون عليها ميد نايت ولافا كلهم ميد نايت ولافا عليها وساند خرافيين، لكن الحين انا حطيت لها ميد نايت. شوفوا كيف اللون، عيونها تعتبر بسم الله عليها غامقه وطالعه هنا على خضار زيتي، فرائعه عليها جدا جدا. بوريكم الحين بالصور. اول تكنيك راح نسوي لها اياه اللي هو ترطيب الاكسترا. طيب حطيت لها السيروم جوجو غمضي، نشف الحين تقريبا السيروم. شوفوا كيف دبق يدبق عشان كذا يطلع مع الفاونديشن مره حلو، لاني احب دائما شوي البشره تكون مدبقه. غمضي ريلاكس، بحط لها السبراي. طيب ما راح احط لها اياه مره واحده، بحط لها اياه مرتين وبتشوفون البشره بتصير كانها كذا غيوم كثر ما انها تنطط وصحيه يعني تحسينها مره. طبعا حطيت لها البخاخ هذا من ميك اب فور ايفر. الحلو بنات وشو ان تحطين اول البشره وبنص يعني بعد الفاونديشن ومثبت اخر شيء ميست اند فيكس، فانا يرطب لي بشرتي بنفس الوقت يثبت لي الاشياء. طب سؤال البنات، انه يعتبر برايمر؟ يعتبر برايمر بالراحه للاشياء المائيه اللي قلت لكم عنها، لان قوامه مائي يعني اي شيء عندك قوامه مائي. طبعا بحط لها المرطب حرفيا هذه الكميه بس. ايوه ما بعد اترك يدك زياده. ايوه طبطبه الحين مو مسح، برافو. شيء بسيط كذا على البشره عشان ما تدهن بزياده وبنفس الوقت تعطيه ترطيب زياده، فهمتوا علي؟ بعد جوجو تحت عينك زياده شوي طبطبي. ايوه برافو، لان اذا حطيتها مباشره مثلا خذيتها الكريم وحطيتها لها مباشره، جوجو من البشرات اللي راح لما احط لها الفاونديشن بيطلع ملفلف الفاونديشن، عرفتي يطلع كانه في. طيب نجي عند الفاونديشن، راح استخدم لها الاتش دي حق ميك اب فور ايفر اللي هو حبيب الشعب صراحه، وعلى جوجو ياخذ العقل. تغطيتها انت على كيفك، تبدين فيها ميديوم وقوامه يندمج معك على طول. بالشتاء ما تحسين ينشف الوجه، ما تحسين يكتل، وبتلاحظين حتى بدون ما انك تحطي مثلا سبراي يخليه مطفي او لوس باودر تحسينه ثابت على الوجه وبنفس الوقت ما يدهن. يعني حتى اليوم ما راح اطفي لها كل وجهها، فقط حوالين الخشم وتحت العين بس، باقي الوجه بيكون كله طبيعي الفاونديشن. يلا راح ابدا الحين، حطيت لها الفاونديشن ببدا احط لها اياه على بشرتها بهذه الطريقه. تمام التغطيه بتصير خرافيه، انا اهم شيء ان بشرتها نفسها السكين تكون مبينه. يعني لاحظوا شوفوا شلون تشوفين البشره شكلها طبيعي، ما تحسين طبقه على البشره. يشيل الاحمرار، يشيل العروق مثلا في اثار خفيفه، فراح اشيلها اياه.
اهم شيء الدمج مره خفيف يا دوب اضغط على البشره. الجبهه نفس الشيء، فوق جوجو. يلا نجي الحين، شوفيني جوجو، البشرة طالعة حرفيا تاخذ العقل. بنات انا عندي نقطة بس احب اقولها، البشرة طالعة صحية ما مبينها حاطة طبقة فونديشن. جوجو لف الجهة الثانية، يعني مثلا هنا بشرتها تاخذ العقل بس ما شاء الله وشو، يعني بس تحتاج شو يقولون كيف تنوير، تحسين تكون هيلثي اكثر، تحس كذا تعرفين تكون صحية مرة، فقط يعني شيء بسيط. اذا ابغى فول كفر زيادة راح احط طبقة زيادة. راح استخدم الحين وشو، باليت ميك اب فور ايفر، صح؟ افتح واحد دقيقة، ايوه فتحته. شوفوا هذا عندكم حق البشرة الفاتحة، الثاني اللي فيه اورنج، اللون الاورنج بوريكم اياه، حق البشرة التان اللي هو هذا، حق البشرة الحنطية والتان. انا وعد استخدم هذا، طيب بشرتي انا استخدم هذا، يعني هذا الكونتور حقي، هذا عادي استخدمه للشادو. الاورنج نفس الشيء عادي تستخدمينه بلاش. هذا حق البشرة الفاتحة اللي زي جوجو وبعد اغمق منها شوي، بس عموما الدرجات الفاتحة. شوفوا على كثر الاشياء اللي تطلع الباليت، والله العظيم من يوم طلعوا ميك اب فور ايفر هذا الباليت انا ما قد، يعني مر فترة ومخلص من عندي، يعني بشكل عام شيء مرة ضروري. حتى لو انت كنتي مو بروفيشنال بوريكم الاستخدامات اللي تستخدمينها، يعني مثلا جوجو اخلط لها هذا اللون، اهم شيء بستخدم فرشتي رقم 140 لانه مرة بتسهل علي الكونسيلر وحوالين الخشم. شايفين الكمية اللي حطيتها على الفرشة؟ يعني مو مرة كمية كبيرة، يا دوب على الشعر جاية. طيب يلا جوجو شوفيني، بجي عند مثلا هنا شوي في اثر حبة، بحط لها اياه وادمجه، يا دوب امسك البشرة شوفوا كيف، ودمج خفيف اذا ضغطت بقوة بيطلع معي ما ادري كيف. شوفوا ابدا اطبطب عليه بهالشكل، اخليه شوي عشان يمتص البشرة، مثلا هنا في حبة شوي اخليه. نفس الشيء جوجو شوفي فوق، بحط لها اياه كونسيلر تحت العين، يدي مرة خفيفة هيا وادمجه، يا دوب امسك البشره شوفوا كيف، ودمج خفيف اذا ضغطت بقوه بيطلع معي ما ادري كيف. شوفوا ابدا اطبطب عليه بهالشكل، اخليه شوي عشان يمتص البشره، مثلا هنا في حبه شوي اخليه. نفس الشيء جوجو شوفي فوق، بحط لها هيا كونسيلر تحت العين، يدي مره خفيفه. شوفوا بنات شوفوا، بسم الله عليها يا جنن، شوفي تحت العين جوجو لفي هنا، ايوه شوفي هنا، لا خليك ثابته هنا ناظريني، يعني بس شايلي الخط الخفيف وصفالي البشره من هذه المنطقه. وما في اي بنات، انا ما استخدم اضاءه والشمس عندي مو ساطعه، يعني هذه اضاءه اناره الغرفه، اللمبه حقت الغرفه مسكره، ما في رينج لايت، ما في اضاءات قويه على الوجه، حرفيا اضاءه الغرفه. وهذه النتيجه، كل توتوريالاتي صارت إضاءة الغرفة، ما أحط إضاءات أبداً. الحين مثلاً عند الكونتور، طيب أول شيء راح نبدأ نسوي اللي هو شو، راح ناخذ الكونتور وبنبدأ نحدد وش الأشياء اللي بنسويها. طيب أباخذ لها لأن بشرتها فاتحة، نتفة من هذا اللي صاير على رمادي ونقطة من هذا. بنات شوفوا يا دوب جت على الفرشة، فببدأ جوجو شوف شوفيني ستريت، اوكي لفي عليهم شوي، ايوه اعطيهم، ما اكثر على بشرتها، اذا كثرت راح اخرب كل شغلي. طبطبه لسه الحين ما اندمج، انا بس قاعده احط وارسم لها على الخد نفسه، ما راح انزله تحت لاني ابي ملامحها مره بريئه وما ابي اخرب انها، كيف فهمتوا؟ بس جالسه اوزع. طيب قمبي جوجو سحبه العين من أحلى السحبات اللي ممكن تسوينها. يلا الحين ببدأ أدمج. أوكي يا دوب أمسك البشرة، ما أضغط بقوة أبدا. أوكي. يندمج معاي بسرعة، ما يكتل، حتى لو تحطينه وتروحين تحوسين
ترجعين تدمجينه، عرفتوه مو بالكونتور اللي ينشف على وجهك يلا يندمج. وكثير قلدوه ونفسه، ما في مقارنة اسمحوا لي يعني، ميك اب فوريفر الجودة حقتهم يعني مختلفة. بستخدم حق البشرة الغامقة اللون الوردي اثنين هذولي على الوجه. شوفيني جوجو، لا خليك عادي ستريت. اوكي جوجو ملامحها من الملامح البريئة، فبحط لها بهذا الشكل. انت شلون بالعادة تحبين؟ هنا تحت العين شوي. ايوه تدري وشو احس ودي اسوي لك اللوك الانمي، عرفتي هذه اللوكات الانمي؟ صدقوني والله مره ودي. شفتي اللي الجديد اللي كانك تبكين؟ بسوي لك اياه محجوز من الحين اقول لك، اللي كانها كذا لوك هابين فيه جديد، انه كانك كذا تصحين عرفتي؟ إيه. او كنك بردانه يونس يعني مره صراحه كسرت. اوكي بكثر لها هنا لانه ما راح حلو عليها، وقصدها تحت العين انه شوي يجي مع الكونسيلر، انه ما يكون كونسيلر بلشر كنت مرتب كذا داخل في بعض كانه من الشمس. ايوه شوفه. يلا نجي عند الخطوه اللي بعدها، حطيت لها اللي هو الكريمي. طيب في هايلايت في الباليت نفسها، لاني ما ابغى استخدم لها بنات. هذا هو، هذه الدرجه. لا ابغى هذه الفرشه، هذا هايلايت تستخدمينه. طيب شوفي كيف كريم يكون، فبحط لها اياه بهذا الشكل وبدمج لها اياه. وين بحط لها بعد؟ فوق الشفايف كأنه فازلين. شوفوا كيف قوامه واضح مره حلو، وصراحه اشوف مره قليل الناس يحكون عنه، يعني اعتبره من اشياء اللي اخبيها، لا امزح ما اخبيها، بس انا يعني نادر اقول عنه كذا، احب في اشياء عرفتوا غير. مره حلو احطه على كل العين. طيب الحين بحط لها اللوس باودر حقت ميك اب فوريفر. بنات اللوس باودر خياليه ممتازه، مدهن، من اجمل 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 براندات اللوس باودر، ما تترك شكل ابيض. انا استخدمها من اول ما طلعت ابكج في الحياه، يعني اول باودر مسكتها احط فيها ميك اب كانت ميك اب فوريفر اللي هو اللوس باودر، اول تكنيك حبيت فيه الشفافه ميك اب فوريفر وللحين للامانه. فالطريقه الصح عشان ما اخرب بشره جوجو، اباخذ نقطه زي كذا، شوف شلون، واشيل الزايد اوكي، وابدا مو بس احط لها كذا، لا ادخلها بشرتها وادمج ادمج اللوس باودر بهذا الشكل، اني انا ايش مو بس حاطتها، دخلتها ودمجتها، لان اذا حطيتيه صار طبقه بعد ساعه ساعتين بيبدا يخطط. لازم انا دائما اقول لكم هذه النقطه، ان ايش تميعينه مع البشره، ما يكون بس طبقه فوقها اوكي. بعدين اخر شيء تطبطبين عادي. وين جوجو عندك دهن بعد؟ ايه وعند العين، عند العين بس يعني خلاص كذا ايناف. يلا طبعا انا اللوس باودر تكلمت عنها الشرح بالتفصيل في قناتي في اليوتيوب، وان شاء الله رجعه وبقوه لها اشياء مختلفه، يعني ضروري حرفيا تشيكون كل شهر وتشوفون ايش الاشياء اللي بحطها لكم. راح اخذ الكونسيلر لون ابيض، تجو لا تفتحين ابدا 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 من ميك اب فوريفر، لازم الدرجه البيضاء. بحط نقطه تمام كذا، شيء بسيط اوكي. جوجو لا تفتحين بنات، لازم شيء ابيض ابيض ابيض، يعني شوفوا بجرب هذا بعد، ابغى افتح ايه، شوفوا حتى هذا مره ابيض. اذا كان مايل على صفار اكس انسي، لازم وشو ابيض زي لون الجدار. طيب راح اخذ الفرشه وابدا ادمج. ليش قاعده اسوي هذه الحركه؟ لان الالوان اللي بحطها الحين زي ما قلت لكم دائما لازم قاعدتها بيضة، يعني حتى هايلايت مدمع العين اللي تشوفونه مثلا على كثير بنات وبلوجرز اللي تكون كذا، كثير بنات يحطون هايلايت يقول ما مبين، ما طلع مره كذا فاتح اللي تبغاه مره فاتح، لان لازم تحطين لون ابيض لو نقطه، وبعدها تحطين اللون اللي تبينه الهايلايت عشان يبين معاك بشكل مره حلو ينور. استنى الحين لازم ايش اشيل الخطوط، فببدا الحين اطبطب مره ثانيه، اخليه قطعه واحده، اذا كان هنا اكثر من هنا او مكتل ترى بيكتل الشادو معي، فلازم كله قطعه واحده حرفيا اوكي.
شو راح اسوي؟ خذت فرشه بلاستيك رشيت عليها الفيكسر وخذيت اللون الشمر. طيب تمام، فببدا اطلع يا غمضي دودو، لا تفتحين ابدا 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 مهما كانت الظروف. بحط لها اياه بهذا الشكل. وببدا احط لها اياه عشان الفراغات اللي تطلع معي. المدمع طبعا. ليش بديت بالشمر؟ عشان يكون مره ثابت، والحين ابدا العب على كيف كيفه. الخطوه اللي بعدها اضاف هذا الشد شوي اغمق اللي هو زيتي، شيء بسيط، وببدا احط لها اياه على النص، اغمق لها اياه. احس مع الشعر الاحمر بيطلع خرافي. اخذت الزيتي الغامق وببدا احط لها اياه هنا، وعادي يكون حوسه كانه سموكي. وادمجها على جوز. باخذ لها جلتر ميك اب فور ايفر، تتذكرون زمان؟ يو هذا على عرايسي كلهم، ترى كل اللي مكياجتكم بحياتي حطيت لكم منه، يعني هذا كان السيجنتشر حقي. وينهارون شحا ما شاء الله، وش اللمعه الحلوه. احط لها اياها بهالشكل شوي على المدمع وكذا. اوكي زي ما انتم شايفين كيف صار. امضي جوجو، قربي قربي بعد، قربي قربي اكثر، شوفوا كيف على المدمع. ايوه خيال. هات انا ما خلصت. طبعا ما في رموش، طبعا ما في مسكرة مبالغ فيها. شوفيني جوجو، غمضي غمضي غمضي، لا مو تنظرين تحت، شوفيني غمضي. اوكي غمضي، ايوه برافو. بس اشيل لها اللون اللي جاء على الرموش. ايوه برافو غمضي. المسكرة حقت ميك اب فور ايفر طير العقل للرموش بعد الصغيرة، عرفتوا اللي رموشها كبيرة دائما المسكرة عليهم. شوفوا النحت فوق، غمضي. ايوه غمضي غمضي غمضي. هنا تجي حتى فوق، شفتوا كيف لما تجي فوق المسكرة، لما تجي فوق الرموش كبيرة هذه لانها مرة نحيفة. شوفي تاخذين راحتك حتى تعطين لون الرموش اللي فوق اذا جاء عليها لوس باودر، جاء عليها شادو. اوكي افتحي، برافو. خليني الحين ارفع لك اياهم الجهة الثانية حقتها. هذه اللي تصير اكبر. غمضي، ايوه غمضي غمضي. ناظري، لا لا اسمعي، لا تناظرين تحت، غمضي. ايوه غمضي، ركزي معي. طيب غمضي. أيوة. بالفرشة هذا الشكل، بس مسكرة ما في اي لون في الموضوع. يلا بحط لها محدد، بجرب لها اكثر من شيء، بس هذا اموت عليه المحدد رقم 600 و608. شوفوا كيف عليها مرة نود. اوكي شيء بس بسيط كذا. جوجو بحط لك هذاك الروج، بس ما راح اكثر، ابغى التكنيك نفس الكوري بعد نفس الشيء. وين امواج ميك اب فور ايفر؟ حرفيا حق ميك اب فور ايفر نقطة نقطة. طيب تستخدمي البلاش، تستخدمي تبغين. طيب يجنن والله، يعني ولا غلطة ما شاء الله تبارك الله. الحين ايش بسوي؟ باخذ لها جلوس، حطيت لها جلوس عليه شفاف، شوفوا كيف الفم طبيعي، مرة مرة طبيعي، مرة مرة أكثر شيء في الحياة. الحين باقي نخلص اللوك ونوريكم النتيجة النهائية.